كلما يسير أحدنا في طريق معبد وفي طريق مستقيم وفي طريق لا يشكو من المرتفعات والمنخفضات، فإن هذا الإنسان ينطلق وبقوة في اتجاه هدفه. أما إذا كان الإنسان يمشي في طريق شائك، في طريق يشكو من المرتفعات والمنخفضات، في طريق فيه الكثير من المنعطفات، في طريق يشكو من الألغام والكمائن، وهو يهدف الوصول إلى هدف معين لإنجاز مهمة كبرى، في مثل هذه الحالة سوف ترون هذا الإنسان ينقل خطواته وينقل نظراته بأقصى دقة وحذر، حتى لا يصطدم بلغم، حتى لا يقع فريسة مكمن، حتى لا يتهور من أعلى إلى أسفل. فالتقوى هو هذا الحذر في العمل، أن يسير الإنسان في أي طريق يسير حذرا إلى أبعد حدود الحذر، لأن كل طريق في دنيا الناس طريق شائك لا يمكن الاسترسال فيه. التاجر الناجح في تجارته هو التاجر الذكي الحذر الذي يزن كل تصرفاته بموازين دقيقة، والسياسي الناجح هو الذي ينظم كل أعماله بحذر ودقة، والعسكري الناجح هو الذي يقدر كل كلمة وخطوة منه بأقصى الحذر الممكن. فالإنسان الحذر في تصرفاته هو الإنسان الناجح، والإنسان اللامبالي غير الحذر هو الإنسان الفاشل في أي عمل كان وإلى أي هدف يرمي. التقوى هو هذا الحذر، هو أن يكون الإنسان في كل تصرفاته في أقواله وأعماله حذرا إلى أبعد حدود الحذر. والله سبحانه وتعالى حيث أرسل شريعة تستوعب كل حياة الإنسان وتنظم كل تصرفات الإنسان من أقواله وأعماله وتنظم خطرات الفكر عند الإنسان، يكون تقواه والحذر منه سببا للنجاح في أي عمل يريد الإنسان. تقوى الله هو يؤدي إلى الحذر في الأعمال التجارية وفي الأعمال الاقتصادية على العموم وفي الأعمال السياسية وفي الأعمال الاجتماعية وفي الأعمال العسكرية وفي الأعمال الفكرية وفي كل عمل يمكن أن يقوم به إنسان في حياته. إذن فالتقوى هو الحذر المتناهي في كل كلمة وفي كل عمل يمكن أن يقوم به الإنسان.